السلام عليكم، كيداير الاخوان الاخوات؟ مرحبا بكم في هذا الفلوغ في ظريف. نتكلموا فيه على واحد الميساج جاني في الخاص. واحد الاخ اتصل بيا صيفط لي، قال لي ودي واحد البوطو من 2020 وهو طايح، والصوره ديالو في 2020 ها هي. ومن بعد غنوري لكم الصوره ديالو حاليا، وفعلا كنا صورناه شحال هذا، وقال لك ودي فعلا سماوه تمن عوس وكذا وسميتو. المهم علق على هذه القضيه هذه. المهم مشكور هو لانه رد البال لهذه القضيه هذه، ودار المقارنه بين الفلوغ في شحال هذا وبين دروك. هذا تيدل على ان فعلا ما كانش واحد المراقبه مستمره، واحد من طرف المسؤولين سواء من ناحيه العمران او من ناحيه مجلس المنتخب، اللي كنتمناو على انه يعود يجيب هاد الدويره في السياره ديالو ولا بسميتو، اللي شافها يعود ينوطيها ويعود يعطيها لسميتو عليه لمن يهمو الامر باش يديرها. انتم دابا الصوره هي هادي في 2020، صور هاد الفيديو هذا وهز هو مسكين هاد التصويره هادي وصيفطها ليا، وعاود صيفط ليا صوره اخرى. ها هي الصوره 2022، باقي البوطو على حاله اللي كان عليها في 2020. يعني احنا في 2022 شهر 3 والبوطو باقي هو هو، ما قاسو حتى شي واحد. يلا هذاك السيد اللي كان دايز في الصوره هو اللي ما كاينش، ما بقاش. ايوا واش غادي يدير الانسان، ما شاء الله وصافي. المهم هذا حالنا وحال الوضع في طنجره، ولكن راه الانسان ما يشوفش. كاين بطبيعه الحال هذه القضيه هذه، علاش هو دابا الى جينا نحللوا هذه الظاهره هذه، علاش بقى البوطو هكاك في الحاله ديالو كين كيف كان في 2020؟ علم الله كره من 2018، يعني ما صبرناش في 2018. المهم هذا السيد وثق هذه القضيه هذه وصيفطها، وتنشكره بزاف على هذه القضيه هذه، ولاني راه لان هذه المنطقه هذه ديال الفيلات باقي شويه نقدروا نقولوا بان ما عمراش، وباقي وغالبا هذاك البوطو راه دخلت فيه شي طوموبيل، شي سياره هي اللي دخلت فيه وطيحاته، من بعد كملات الطريق ديالها، قاسوا شي كاميو باللور ولا الله اعلم. المهم هذاك البوطو طاح بحال هكاك بشي اكسيدون ديال شي سياره او لا شي كاميو، او لا يمكنش يطيح بوحدو ولا يطيحو البرد، لا شي اكسيدون هذيك اللي وقعت ليه. ودابا هذا هو المشكل دروك، لان راه طمنصور باقي مدينه كيف تنقولوها خاويه شويه، كاين بلايص اللي عامرين فيها وكاين بلايص اللي خاويين. وبالنسبه لهاد القضيه ديال البلايص اللي عامرين راه الثمن راه الشياط، والبلايص اللي خاويين راه الثمن مرفوق. وراه الا بغيتي مثلا لا ما يمكنش ليك كثير، الا عمرت طمنصور ولا كلشي فيها مقاد وسميتو كذا، راه ما غاديش يبقى هاد الثمن اللي كاين دروك، راه غادي يولوا اثمنه اخرى غادي يخلعوك. وفعلا البلايص دابا اللي عامرين راه كاين شي اثمنه راه الحماق صافي، راه شي اثمنه راه ما شاء الله وصافي. واش تلقى دابا الساس وصل 140 160، والله العظيم الا واحد الساس الا عطاو 180 مليون، 180 مليون في 120 متر شوكه، عطاو 180 مليون وما بغاش. وتخيل انت دابا فاش وصلوا الاثمنه لهذه الدرجه هذه، هذا تيدل على انه ما حدها خاويه. الانسان اللي ما في حالوش وما في استطاعتوش ياخذ يشري يستقر ويصبر شويه واحد 5 سنين ولا 4 سنين وغادي يعمر هذاك الشيء، وراه به هو وبي انا وبواحد اخر وكذا، باش غادي تعمر تا من صوت. وفاش غادي تعمر راه تيولوا فيها ناس مثقفين وناس دي كادر دي طاف مختلف الوزارات وكذا، وتتكلموا وتهضروا وتديروا، غادي تزيد ان شاء الله للقدام، وغادي يولي ضغط على المكتب المسير ومكتب ضغط على المسؤولين وضغط على سمو باش يقوموا باللازم وبالواجب، وراه ان شاء الله ما يكون غير الخير. وراه تا من صوت غادي من حسن الى احسن غير تنى، وراه المشاريع اللي فيها راه ما كاينينش في مراكش، راه المشاريع اللي كاين في تمن السلطه ما كاينش في مراكش. تنقول لكم القادم احسن ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.